دلوقتي هقسم الرسمة لخط بالطول وخط بالعرض. خط بالطول عشان ارسم الوش، تمام، بقى كده خط بالعرض كده عشان بس الوش ما يجيش يمين ولا شمال كده. ده شغل حر، مش هحط اي خطوط تاني دلوقتي. بعمل الشعر اي كلام برضو، بس بجيب مكانه، يعني بشوف بعيني، بفضل ابص بعيني. ده بيمرن ايدك على الرسم الحر، انك بترسم رسم حر، يعتبر مفيش اي نسب عملناها. بشخبط يعني، ببص بعيني وبشخبط عشوائي، بس بجيب مكان الشعر. خططت كذا خط، ان خط مثلا فوق الحاجب او تحت الحاجب، انت ممكن بمزاجك يعني تعمل خط بس عشان يقرب لك المسافات. دلوقتي بين الحواجب، بعد كده العين برضه، كل الموضوع شخبطة سريعة بس عشان تخليني اتمرن على اي وش. ببدأ بقى اظلل واجسم شوية في الشكل بالقلمين الرصاص اللي انا بشتغل بيهم دايما، القلم ال 8 بي الدرجة الغامقة، والقلم ال 2 بي درجة فاتحة شوية. الرسمة هنا مش مطالب ان نطلعها بالظبط، انا هغلط كتير، هغلط وامسح واقصد الكلام ده في الفيديو ده. ده مطلوب منك كمبتدئ بس، شخبطة كده تجيب حاجة قريبة من الشكل، مش لازم تطلعه بالظبط وبالملي. انا دلوقتي عامل البق معوج، مش مظبوط قوي دلوقتي مثلا، ايه، هتلاقي الوش معوج شوية عادي، يعني مش دي نهاية الدنيا، دي كده كده بدايتك لو مبتدئ كده، يبقى حاجة جميلة قوي. يعني خد الموضوع ان هو شخبطة وبتطلع اللي جواك، يعني مش ان انت بقى بترسم بالظبط وكده. مع الوقت والله العظيم هتلاقوا مستواكم بيعلى جدا وهتبقوا مبسوطين. بغمق الشعر اكتر، بس بحاول بقى اشوف الاتجاهات صح، يعني بحاول ابص على الاتجاه بعيني. اهم حاجه عينك تبقى شغاله، كل ما عينك تبقى شغاله في الرسم بالذات، ده اكتر حاجه بتعلي مستواك. يعني ان عينك تبص صح، تشوف الظل فين، تشوف الغامق فين، تشوف الفاتح فين، وتشتغل عليه. انا عمال اعيد وامسح، اعيد وامسح، يعني لحد ما بحس ايه ان الدنيا هتظبط معايا على قد ما اقدر. ده ببساطة نقل أي بورتريه من موبايل، عملنا خط بالطول وخط بالعرض، ظبط لنا النسب دي كلها. مش لازم تمشي على قوانين معينة في الرسم، ممكن أنت يبقى عندك قوانين أحسن من الناس العالميين. فدايما حاول تجود كده من نفسك، تعمل مثلا خط المناخير عشان ما تبعدش عن البق، يعني حاول تعمل لنفسك نسب بعينك أنت. ده ببساطة طريقة سكتش أي وش من أي موبايل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش السبسكرايب ودعم القناة عشان نوصل للمئة ألف سبسكرايب، ويا رب الفيديو ده يوصل لعشرة آلاف لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.